تشيرز. هلو تشيرز. عمري رالف ملك. رح نحكي هلا كثير عن الجن. وين قصص؟ صور عندكم ستوري تو تيل. لأنه في هذا الجن في كثير ناس عم تشوفه بالسوبر ماركتس، مش كثير لأنه مش وين ما كان موجود. وماني عم بعمل دعاية، مش قابض ولا شيء ولا عم بدفع شيء. في سكسس ستوري لازم تتخبر عن كيف واحد بيقدر يعمل شيء بظرف أزمة، رح نحكي فيها. نبلش بس إنه أنتوا مؤخرا ربحانين أفضل جن بالعالم، ونحن هلا بسمار جبال بلبنان لناس لبنانية، فـ very interesting story. رح بلش معكم بس تخبروني خبرية، كيف واحد بيقرر يبلش يعمل ألكول فيوصل لمحل بيربح أحسن واحد بالعالم؟ It's a path، طريق. So أي متى بلشتوا؟ وهلا نفوت ليش هالجن تحديدا، وليش هيك لونه، وليش هيك اسمه، ونمشي. رح خبرك جاد. أول شيء أندري ملك، رالف ملك، ونحن ثري براذرز. صحيح بتشوفونا اثنين بس نحن ثلاثة، ولا بتعرف ليه نحن ثلاثة. بلشنا كل هالخبرية بال 2002 لما بلشت أنا از بارتندر تأدفع حق جامعتي، فوت على الجامعة. بعد كم سنة رالف هي جوينت وعلمته البارتندينج، وصرنا اثنين عم نشتغل بارتندرز. علمته أول شيء بنفس المحل، بعدين صار كل واحد لحاله. رالف علم ألان ملك خي الثالث، علمه، صرنا كمان كل واحد بمحل عم نشتغل. وكان عندنا حلم إنه يكون عندنا شيء غير المبيد وغير العرق اللي لبنان مشهور فيه، بس انه عندنا القدرات وعندنا كل شيء الريسورسز انه نعمل شيء غير، بس ليه بس حطينا محددينا بالمبيد والعرق. فتحنا اول محل قلنا بال2009، وكنا عم نشتغل الثري براذرز بنفس المحل. انتوا فتحتوا باب يعني لكم؟ صح. كان اول محل قلنا، وكان انا بشغل محل، رالف محل، وألام محل، جمعنا بعض وفتحنا محل ثلاثتنا وبلشنا فيه اول محل. بعد سنه فتحنا ثاني محل. السنة اللي بعدها 2011 فتحنا ثالث محل لنا. 2012 توفى خينا الصغير على عمر 22 سنة. لما توفى خينا قلنا صار لازم الحلم يتحقق ونعطي تريبيوت لخينا الصغير، الحلم اللي كان على طول بدنا إياه. sensitive subject، بس هو شو صار لما توفى؟ صار في حريق بالبيت وفقع الـ AC وأخذ انقطع الأكسجين وراح هيدا الشيء من البيت. سو هون باللوجو هون تكون؟ صحيح. فرالف هو الماستر مايند بيهايند كل شيء ديستيليشن. بلشنا نعمل تريننج، بلشنا نعمل اكشلي اكسرسايزز كيف بدنا نعمل الجن، وديد ات رايت جن. من اول فكرته بالجن يعني. صح. انا بكون عربي بكون بصير هون السؤال، ليش جن؟ اكزاكتلي. في واحد فكر فودكا، في واحد فكر ويسكي، هل بلبنان ما بنقدر ولا ليش جن؟ الجن كنا مره مخيمين، شفنا شجره كثير كبيره عم بيقصوها العالم اللي موجوده هونيك. سالنا شو هي، قالوا لنا اللزاب. عملنا سيرش على شو اللزاب، طلع يعني هو الجينيبر بيريز، وما فيك تعمل جن بلا جينيبر. سو كل الجن من اللزاب مجبور يكون في بقلبه جينيبر، هو الاساس. ما فيك تسميه جن بلا جينيبر. يعني مثلا مره كنا بسفره على ما بعرف اذا براغ ولا شيء محل، وفت على ديستيلري، الفودكا فيه نعمل من كذا شغله، فيكون بطاطا، فيكون حبوب، فيكون يعني هون مجبور يكون لزاب. صح. لازم يكون في لزاب بعد ما يكون في نيوترال اللي هو معمول يا من بطاطا يا من ويت يا من كورن. بعد ما يصير في صح الكول بيور بينعمل يا من هول انت عم تقول عنهم، بعدين تيصير الجن بده يفوت فيه اللزاب اللي هو جونيبر باريز. هلا رح نشوف بعد شوي كيف معقول البروسس يصير يعني 100%. لانه السؤال هم بصير، ليش نقيت الجن تبع معقول انت الماستر مايند تبع ديستيلري؟ من وين كيف واحد بياخذ نو هاو بهيك شغله؟ مثل ما كان عم بيقول اندري انه كنا مخيمين، ونحن على طول كان عندنا حلم قبل براسنا انه بدنا نعمل سبيريت لنا، وعلى طول كان عندنا الاسم براسنا اسمه ثري براذرز. لقينا هول العالم عم بيقصوا الشجر، سالناهم شو هول، قالوا لنا لزاب. ما اخذنا واعطينا كثير، نزلنا على بيروت عملنا ريسيرش تبعنا، تبين انه اللزاب هو الجونيبر بيريز اللي هو نمبر 1 بوتانيكال، تيصير فيه عنا شيء اسمه جن، تيتحول شيء من شيء نيوترال اللي هو الكحول لجن، لازم يكون في شيء اسمه جونيبر بيريز اللي عنا بلبنان بنسميه الزب. فمن هون ضوى براسنا شيء انه نحن عنا هيدي الريسورس اللي هو شيء كتير مهم منه موجود بكل بلاد العالم. اليوم الشجرة الجينيبر بلبنان عم نحكي بشجرة عمرها اليونج عمرها 400 سنة، بيوصل عمرهم لل 6000 و 7000 سنة عنا بقلب لبنان.
بيفرق شيء عمر على شجرة على شو معقول واحد يستخدم فيها؟ صح. doesn't matter. بلا بيفرق. نحن اللي عم نجيبهم لازم يكونوا يونغ، لازم اليونغ عم نحكي بين 400 و700 سنة. اليونغ. بعد السبعمية بيتغير شوي الفليفر تبعه، منفضل ما نفوتهم بالديستيليشن تبعنا. هلا احكي شوي انا my own experience معه، رح نكفي بس بالستوري قبل تنشوف اي متى طلعت هالامين. اوكي. يعني وقت بلشتوا اكتشفتوا هذا الشيء، اول شيء بيصير واحد حط براسه شغله كيوريوزيتي شيء منيح الحشريه، لانه انت لو ما لو اخذتوا انه كيف حدا عم بقص شجره بالذات كفايته حياتكم شيء، ولو ما عملتوا ريسيرش كنت رحتوا على شيء ثاني. صح. الحشريه شيء منيح، بس شو كانت النكست ستيب من بعد ما عرفتوا هذا الشيء؟ لانه بدكم راس مال، بدكم كابيتال تبع حدا يقدر يبلش فيه، وفي ريسك عم تاخذوه يمشي ما يمشي كيف بيتسوى. قبل ما توصل تربح جوائز عالميه بتكون القصه بعدها اصغر اصغر بكثير. اي متى قررت هالليب هيدا انه اوكي راح نجرب؟ انا حخبرك هلا على كيف بلشنا، وبيرجع اندري حيخبرك كيف عن البرمنا بين مسحة لصارت جد. مينلي انا على طول اللي بجرب وببلش، واندري على طول اللي بيقلب لي اياها جد. فبعد ما لقينا انه في جونيبر بيريز بلبنان، قررنا نروح على نسافر على يوروب ونتعلم ارت اوف ديستيليشن. سو صرنا نبرم على يوروب ونتعلم كيف بيعملوا الجن، هاو تو برودوس جن وارت اوف ديستيليشن. وتقريبا ما خلينا ديستيلري بيوروب تعمل جن ما رحنا زرناها وشفنا شو الفيجن تبعهم بيهايند ذا براند. رجعنا على لبنان وجبنا معنا كركس صغيره لحي وراك، هلا بنرجع بنفرجيها للكاميرا بالاوضه الثانيه لحي هون ورق ديركت. جبنا معنا هيدا الكركب اللي بشوفها بيقول مسحه، وبلشنا نعمل ديستيليشن. بس مين دي هي بتشتغل مثل ما بتشتغل حيالله كركه كبيره بالعالم. وبلشنا نعمل جن دراي جن، سو كل شيء بينحط بقلب الستيل وبينعمل ديستيليشن بيطلع معنا دراي جن لونه كلير مثل حيالله الجن موجود بالعالم. بلشنا نعمل، بقينا على سنتين عم نجرب وندوه ونحب وهي هي وندوق زبوناتنا اللي هن مثل ما كان عم بيقول اندري عنا باريت بحمرة بدار ومر مخيل، وندوق للزبونات من دون ما تقولون انه هاي براند. صح. عم نجرب عم نجرب دوقوا هاي ودوقوا هاي، بنعمل بلايند تيستينج. لحد ما مرة اجت لعندي على البار، انا بارتندر وكنت اوقف على البار كل يوم واعمل اكسبيرمنتس. هون لحقت شو لحظة شغلة سنينها جينا قلنا انه it's a dry gin like any other gin in the world. We cannot compete مع big names مع factories بالعالم dry gin. So وقفنا البروجكت قلنا خلص ما بنقدر نحن بلبنان وفي حدا وراك ما في شيء بيقدر يساعدك، ما عنا المصاري ال enough to compete والماركتينج بادجت. وقفنا البروجكت كله قلنا خلص let's stop it now. Until هو الدراي جن هو الجن الابيض بعد انه exactly. انا اول شيء لفتني انا عم اشتريها من فتره كانت لونه هيدا اللي رح نحكي عنه بعد شوي. سو وقتها كانت راي جن كل الجن اللي بنعرفهم بالعالم اللي في ناس ما بتحبهم لانه فعليا حد وما في ولا هنت للسكر، يعني في شيء بقص قص. مظبوط. هيدا اللي ما بيمشي. اكشلي بيمشي بس نحن ما كنا قادرين قد ما في براندات بالعالم وعندهم باور يعني بيقدروا بيحاربوك. ما فيك ما فيك تخرق السوق ببراندات كثير قوية. صح. ما بتقدر. وقفنا البروجكت كله سوا قلنا let's put it on hold now until يوم من الايام واقف ورا البار بتجي مره لعندي عمرها شي 40 تقريبا 40s 50s وقعدت هي امريكانيه وعم بتخبرني عن البوت لاجينج سيستم بامريكا كيف كان وديورينج ذا بروهيبيشن بال 1920s منع الكحول بالامريكا. سو كان ذا بروهيبيشن ايرا، فبلشوا بوتلاجرز يعملوا يحولوا الالكوهول ذا الليجال الكوهول يعملوا فيه جن ويسموه باث تاب جن. سو البروسيس تبعهم كان في ناركوتيك بيبل بيعملوا الكوهول حاملين سلاح وفي كاركات وراهم بيعملوا الكوهول تقريبا بال 80-90% الكوهول باي فوليوم. هلا بس هون بارانتيز للناس اللي عم نشوف البروهيبيشن ايرا هي فتره لاسباب دينية وسياسية منعت أمريكا حدا يبيع وما يشرب الكول. صح. بوقتها كتروا المافيات. مزبوط. الناس بدها تشرب الكول فبده يوصل الكول، بدها تمنع بزيد التهريب. صحيح. عشان هالنوع صار هيدي الإيرا.
صح. كانوا فيها كتير مصاري و... صح. وهيدي إيرا تبع الكابوني إيرا. تماما. 100% هو الكابوني كمان كانوا يعملوا باث تاب جن ويبيعوا باث تاب جن during this. ليش هيدي الفترة بتوصل لهون؟ هو إنه ما في عنا الكول فيس ونعمل شيء نجرب نخترع شيء ولا لأسباب تانية؟ يعني ويرد إذا الباث تاب جن هو تجربة يعني عن جن؟ تجربة محاولة؟ هو محاولة يعملوا دراي جن بليميتد ريسورسز. يعني كانوا العالم الناركوتيك اللي معهم سلاح يقدروا يعملوا الكهول بالحرش بمحل كتير بعيد ما يقربوا عليهم الدولة ويبيعون العالم اسمهم بوتلاجرز. بوتلاجرز هو سمول ديلر بيبيع الكهول بالشارع. ولكن اسمهم بوتلاجرز لانه كانوا يلبسوا بوت عالي ويجيبوا القنينة، بتعرف القنينة البطحة اللي هيك بتجي مبرومة، ويفوتوها بقلب البوت شمال ويمين 100% وينزلوا على الشارع يبيعوا الكهول. بدك قنينة يشيلوها من البوت يبيعوها. هذه على فكرة درجة فترة أنا بطلنا نشوف حدا حالي معه. صح. لازم نفوت على سهرة ما فيها الكهول من هربنا 100% فهول العالم كان اسمهم بوتلاجرز وصار في كومبيتيشن بين البوتلاجرز انه كله عم يبيع الكهول في 70-80% الكهول. فصاروا بدهم يصيروا كرياتيف. تيصيروا كرياتيف قرروا يعملوا جن لانه ما عندهم الستيل اللي هي الكركه تقدر تقطر يحولوا هيدا السبيريت لجن. فراحوا على بروسيس اسمها ماسيريشن اللي هي النقع كانه عم نعمل شاي. بيجيبوا الالكهول وبيحطوا فيه بوتانيكلز اللي هو هيدا البروسيس تبع تينعمل الجن. بيحطوا فيه جونيبر باريز اللي هو اهم شيء تيصير الجن. بيرجع كل بوتلاجر بيحط اللي بده اياه زيادة عن الجونيبر باريز. بس يخلصوا بيصفون وبيعبون بقنينة البطحة لانه كان في الكهول قلنا around 80% كانوا يعبوا نص القنينة ونص الباقي يعبوها ماي من قلب الباث توب. بيسكروا القنينة وبيحطوها بالباث توب بيخبوها بالباث توب. من هون طلع الترم باث توب جن. مش هيك بعده مكتوب هون. صح. وال 1933 خلصت البروهيبيشن باليو اس ومات هيدا الستايل اوف جن ورجع الدراي جن يفوت على امريكا. ومن هل هو هذا النوع من الجن فيكون منيح فيكون كثير عاطل. صح. سو هذا اكسبيرمنتال. صح. صح. هلا باك ذن اوريدي الكحول كان عاطل وكانوا يشربوا جن لانه المي كانت عاطله. يعني المي الشرب كان لونها على اصفر سو كانوا يفضلوا يشربوا جن على انه يشربوا مي. اوف كانوا سكرجي شوي. طيب هون وقت اجت هذه المره خبرتك خبريه صح شيء ضوى يعني. صح كل شيء ضوى تغير كل شيء. عملنا شفت من انه كيف ماشي السوق وكيف ماشي الحياه وكيف ماشي الترند على انه لا لازم نعمل هولد ونرجع باك للهيستوري كيف مشيت الامور. وهون قعدت انا وعملت الريسيرش تبعي واي شردت مع اندري وعملنا وي ديج ديبر اذا بدك بكل شيء هيستوري. وقررنا ننقل من دراي جن لنعمل شيء اسمه باث توب جن بدبل ذا بروسيس. يعني كنا اوريدي عم نعمل دراي كفينا عم نعمل دراي وبعد الدراي حولناه لباث توب جن كانه عم نعمل شاي بنحط ديفرنت بوتانيكلز بنعمل هايلايتنج للفليفرز. وشفنا شو ناقصنا ورانا على البار يعني مليان دراي جن خلينا نعمل سمثينج ديفرنت شيء ناقصه على البار از بارتندرز. اذا بدي انيني وراي على الشلف منا موجوده هي الباث توب جن. بس هيدا البروسيس كمان بيصير بده وقت رح تجرب قصص مش هيك هيك مش هيك هيك. صح. هون السيكريت ما حدا رح يخبره شو فيها هيدي قصه. بس انا ماي اون اكسبيرينس وقتها اول مره صراحه الشكل القنين ما كنت عارف انه لبناني بدوي. بس شفت اول شيء جن لونه غير انا عارف جن ابيض وهيك الامبلاج تبعها بتحس انه هيك لنجرب. سو جربت اول مره مثل ما بحط الجن مع تونيك مع شيء حسيت غريبه. لمره جربتها هيك فحسيت شيء بين الجن بين الكونياك بين شيء هو بينشرب لحاله مش ضروري احط معه شيء. سو هذا هيك هذا متى قررت انه هذا بينباع يعني هذا رح يمشي؟ سو في ريسك
ولا دغري مشي من بارتندر انت بتقدر تعرف مزبوناتك يمكن مين اللي نحن بلشناه انه لقلنا قلنا ما بدنا نبيع بلشناه مسحه بهيدا البار ومن هون صاروا ينتقلوا يجوا بارتندرز اصدقائنا يجوا لعنا يدوقوا يحبوا يقول انا بدي حط بباري صارت تكبر الهب تبعنا هيدا بده هيدا بده ليكر ستورز بده هون وصلنا اي سنه بلشت هيدا 2018 2018 2 ماي سجد ماي يعني اول مره بتجي الفكره من بابات وكذا ل 9 سنين يعني. صح اوكي بعد بيل طويل اخذتنا وقت لحديت ما قلنا انه هيدا الليكويد هيدا هو اللي بدنا اياه بدنا نحطه بقلب قنينه وهون خلص دور الاكسبيرمنتس ورحنا على دور الجد ودور البزنس يوجوالي كان كل شيء انه نحط السبيريت تبع خينا بنيو سبيريت موجود بلبنان ذس واز اور ايم تو بوت ذا سبيريت فيها وي سكسيدد بهذا الشيء نجحنا فيه ومثل ما قلنا انه بلشت مسحه انه خلص انه عنا محلاتنا وماشيين بمحلاتنا ما كان هدفنا انه نبيع بس لقينا هيدا الشيء لا انه عم يكبر سامثينج نيو العالم عم بتحبها اول ليكر ستور طلبها صاروا العالم يشتروها من عنا بمحلاتنا قلنا لا انه ما عم نعمل شيء مسحه بقى صار لازم نكبر صار لازم نجيب سيلز تيم صار لازم نروح نسوق اكثر نبيعها نطلع لبرا ما في ظرف اجتنا بعد سنه اجتنا ثوره رجع من بعدها اجينا كورونا هون عندي انا سؤال سو انتم 2018 بلشتوا بهذا الشيء صح 2018 لحديت خريف 2019 يعني في سنه تقريبا انتم عم تشتغلوا بهالشيء مبدئيا ماشي حال شو بصير مع حدا عم بيشتغل بصناعه هذا اخر شيء صناعه كمان وقت تصير ازمه مثل اللي صارت فرقت عليكم بكيف كنتوا تشتغلوا شو كنتوا تعملوا ولا كنتوا ديجا انتوا اصلا فاكرين تصدروا لبرا شو اللي بيصير مع حدا لانه وحده من القصص الاساسيه نحن هلا فيها بالبلد هون بفوت انا على الحديث سياسي اقتصاد وكذا انه كيف واحد بيقدر ينتقل من شيء كان مبين انه شغال ويفرط الدنيا كلها قدام راسه بس يقدر من خلال الازمه يلاقي فرصه انه لا الازمه فيها ما توقفني لانه الاقتصاد اللي نحكي فيه انه اقتصاد منتج كل العالم تحكي منتج هيدا نوع من الانتاج اللي احنا بلبنان قادرين نتميز فيه خاصه منطقه عربيه الكول عندنا منه موجود هيك للاسف للاسف والهيك انه الازمه ساعدتنا كثير للاسف مع انه صارت الازمه قبل الازمه مثل ما كنا عم نقول الشركه الكبيره كلهم كان عندهم بادجتين كله بيمنعوك تفوت على باريات جديده لانه عندهم بادجت بيدفعوا للمحل ممنوع تفوت غير الكول ممنوع تفوت كل شيء وثلاث ارباع مستورد اكزاكتلي لو من صارت الازمه بطل في بادجت بطل في ماركتينج بادجت الاسعار تبع المستورد غليت كثير سو نحن صرنا ذا فيرست اوبشن للعالم باللبنانيز ماركت ساعدنا هذا الشيء كثير وصرنا مصممين نشد على الاكسبورت اكثر انه من قبل اوكي كان الاكسبورت لنا موجود بس ما كان الايم تبعولنا بعد ما صارت الازمه صرنا لا عم نركز اكثر على الاكسبورت كل تقلنا عم نحطه على الاكسبورت ما اكيد ما بننسى السوق اللبناني السوق اللبناني هو الباز هو الاساس تبعولنا تقلعتنا بس اعطينا بوش تنجيب فريش على هيدا الشيء ومشان هيك اليوم صرنا تقريبا ب 12 بلد عم نصدر عليهم من وراء الازمه خلتنا تفوكس اكثر على هيدا الموضوع 12 بلد وين يعني وقت ما هيك بلد لانه هيدا السوق في يكون بالعالم كله ما بيوقف مزبوط مزبوط مشان هيك اليوم هلا صرنا 12 واكيد حنصير 16 17 20 شوي شوي عم نكبر ما تنسى اجاك سنتين كورونا كل العالم مسكرين نحن عمرنا 4 سنين يعني سنتين الا مثلا بعض الدول العربيه اللي في امكانيه للكول في امارات ولا شيء ولا كمان رحتوا على محلات اوروبا امريكا شو الحدود تبعها نحن هلا دبي وب عجمان 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 اوريدي والمانيا ترينيداد نيجيريا اردن لندن يوكي لندن وهلا عم نخلص الديل مع امريكا وعم نخلص بكندا از ويل نطلع فيها وبرازيل فيري سون وبرازيل سون سو في عنا كذا كذا شيء عم بيخلصوا بكذا مطرح اوريدي موجودين نحن في شيء بدي زيده على قاله كثير في شيء بدي زيده على قاله اندري انه اليوم الازمة كمان خلت اللبنانية يجربوا البرودكت اللبناني قبل كانوا مسكرين راسهم انه لا هيدا لبناني يعني منه منيح ماشي لبناني يعني عرق مبيد صح بس. صح صح ما بدي اجرب غير شيء ففتحت لهم راسهم انه لا انا بدي اشجع اللبنانية وبدي اتليست تو تراي واليوم الشخص اللي بيعطي هيدا الاوبورتونيتي انه ايوه بدي اجرب يعني هو عم يفتح على حاله باب انه معقول يحب معقول ما يحب ولانه البرودكت تبعنا از يونيك
وعم اوريدي عم نخبر العالم كيف لازم ينشرب وشو معمول، فعطتنا هيدي اوبورتونيتي كمان انه يذوقه. وهيدي وانس داي ايم شور انه حيعرف شو هي وحيحب. هي الفكره انه بالايكونومي اصلا الانهيار، يعني سعر الصرف ينهار وكل الواقع اللي وصلنا له هو ترمومتر، يعني انت انهارت مش هيدا هو مرضك، هيدا السيمبتوم تبع امراضك. امراضنا كانت قبل انه فعليا نحن مستورد كل شيء كل شيء كل شيء، واذا واحد بده يستورد كل شيء بده يسال اي مصريات يستورد كل شيء. فعاده بكل دول العالم الازمه هي محل ترجع تعمل توازن، انت كان عندك مشكل الأزمة عم تجي تصلحها بالقوة لأن أنت ما عالجتها. سو وقتها هالشي ينزبط من وراء الأزمة أنت عم تعالج مشكل، وقتها ينجح بصير أنت أزمتك زبطتك لبعدين، لأنه هيدا صار في شيء for good فيك تتعود. أنه بلبنان مش بس على قنبي، فينا نعمل جن، فينا نعمل ويسكي، فينا نعمل whatever. عم تسألكم إذا كمان البقية القصص اللي بتنعمل مثل ويسكي وفودكا هو شيء كمان لبنان قادر يعمله، ولا في بعض المواد الأولية أو الريسورسز ما عنا إياها كتير تنعمل هيك شيء؟ هيدي بدها حلقة لحالة. هيدي بدها حلقة لحالة. مين البلدان اللي بيعملوا ويسكي بيكون في دولة عم بتساعدهم وعم بتحطنهم رولز؟ لازم يكون في رولز لهي الخبرية، يعني كل بلد بيعمل ويسكي الدولة حاطة رولز اند ريجوليشن تينعمل الويسكي، مثل امريكا حاطة الرولز تبعها، كندا حاطة الرولز تبعها، ايرلند حاطة الرولز تبعها، جابان. بمعنى انه كيف بتعمل هالشي؟ لانه واحد فكر انه كفري ايكونومي لازم واحد بحق له يجرب شو ما كان. الرولز بتجي تتنظم شيء نجح فبدنا نحافظ على البراند، ولا تم يصير في خرقات من وين ما كان؟ واحد يعمل يعني مثل ما هلا عم يصير بلبنان، اليوم صار عندك 13 براند اوف جن كلهم بيعبوا من نفس الحنفيه. يعني اليوم عندك مصنع بيعبي ل 10 براندات موجودين هلا بلبنان. سو اليوم بلبنان ما عندنا قانون كيف يحفظ هيدا الحق، كيف بيمنع التسمم يصير من وراء هيدا الكول. ما في ريجوليشنز حتى هيلث وايز. اكزاكتلي اكزاكتلي. سو برا كلهم بيحطوا رولز اند ريجوليشن، مش حيلا حدا فيه يجي يفتح مصنع يعمل ويسكي، لازم يكون في شروط تتعمل ويسكي. قدي بقى تحط نسبة هالقد، قدي بقى تحط نسبة هالقد، قدي لازم يكون البرسنتج في إلق ولينا ورزة. قدي نسبة تعتيق منين بيجي لونه، الكولرز لازم يكون جاي من تعتيق البرميل مش من زايدين له كراميل تيعطيه الفليفرز أو إسانس تيغير له لونه أو يعطيه فليفرز. سو صناعة هيداك الشيء بياخد بروسس أصعب أطول، طب يخلي إنه من دون ريجوليشنز جاعتا you never know شو معقول يكون معاك برودكت. يعني ليش مثلا تشويس الجن انتو عملتوه لانه ساقبت في شجرة الزاب وعملتوا ريسيرش صح، بس بعدين يبين انه هذا الشيء ساعتها بيقدر واحد يعمله سستينبلي مش يوقف او يصير معه مشاكل، وبعدين لقيتوا الطريقة تو كومبيت اللي هو الباث توب، ما تروح على دراي جن تقليدي. سو وقت واحد عم بيقول انه بلبنان طبعا طلع عنا جن مش ما بنعمل ويسكي مش ما بنعمل فودكا، في قصص معقول تعرقل ما عرقلت هون، ما واضح هذا الشيء نجح وصار وورلد وايد اكليمد يعني. فهل هيدا الشيء معقول نرجع نشوفه، ولا في حاجه من دون دوله للقصص الثانيه تحط باراميترز رح مش كثير رح نتوقع يصير في عندنا برودكتس كمان عندنا نجاح هيك ولا هيك؟ شو بتقول؟ صعبه بالويسكي كثير، صعبه بالويسكي كثير، ويسكي صعبه، فودكا از ايزي، فودكا از ايزي، ليكور از ايزي. ويسكي بدها رولز، يعني اليوم حيالا ويسكي بتشوفها بالسوق هيدي مينيموم لازم تكون 3 سنين معتقة بقلب البرميل، نايمة بقلب البرميل. ليش 3 سنين نايمة بالبرميل؟ لأنه الدولة قالت إنه لازم تنام 3 سنين بالبرميل، بينما فيها تنعمل ب 24 hours بطريقة تانية وتطلع تنحط بقلب القنينة وتنباع. واللي عم يشربها ما راح يحس ب عوارض، صعب يحس، صعب يحس، صعب يحس. أنا في في شيء اللي ما تروح على بابات وكذا أيام بيكون في ويسكي مضروب، سو نحنا كيف بنحس بويسكي مضروب؟ أيام بيكون الكولو قوي، بس عادة وجع الرأس اللي بيجي بعدين، فبصير واحد رأسه يوجع، ففي إمكانية ما يكون في هيك عوارض ويكون هو whatever مشغول طريقة كيف ما في. في في هاي الإمكانية. هلا بنشوفها جوا، لإلي ما في شيء اسمه مضروب، في بدون يرخصوا السعر عم بيزيدوا من المطرح اللي ما لازم ينشرب تا
حتى يكبروا الكميه تيستفيدوا اكثر. هلا بس فوت لجوا بنقدر نعرف قديش بنقدر نحط بهذا الشيء تتاخد الجود الكول. هذا الفرق بالبرايسز بين الكول منيح بنقول والكول مضروب، بس هو منه مضروب بس عم يزيد زباد الكحول عليها تياخد كميه اكبر تعمل مصاري اكثر. طب اول ما فوت لجوا ونحكي هلا هاي كركي هذه شو؟ لا شكلها غريب يعني شيء ميكي كامستري. هيدي فيوتشر تبع الكركة. هيدي كركة فاكيوم مينلي، هي بيستعملوها باللابوراتوار. هيدي فاكيوم كركة فاكيوم ستيل مين الالكوهول بيتبخر على حرارة معينة. هيدي الستيل فيك تجبر الالكوهول يتبخر بالحرارة اللي انت بدك اياها. يعني فور اكزامبل بدنا نجيب ورد، بدنا نقطر ورد، اذا حطيناه بالكركة العادية بدنا نجرب نعطيه هيت، مجبورين نعطيه هيت تيتبخر. على this type of still فيني اعمل distillation، فيني اقطر على 0 degree، هيك بخلي الورد يضله فريش وما اعطيته هيت وطلعت له flavor انه هو مطبوخ. اوف هذا الشيء ما يعني هذا الشيء عم يستخدم هلا بالشيء اللي عم نشربه بالالكول ولا هذا بعد منه commercial؟ مينلي بنستخدمه للفيوتشر بروجيكتس. وهيدي زخطور هلا بتشوف جوا الكبيره، هيدي الاشانتيون تستر. كل يوم في شيء قصص عم تتجرب هون. اذا بتلاحظ هون كله قصص تستد، كل يوم قصص عم تصير جديده وعم نجرب. هذا الشيء اللي وراك هون، هونيك في اناني بتشبه شكل هاي من برا بس محطوط عليها قصص. سو هول ترايلز، هول ترايلز، قصص جديدة عم تتجرب كل يوم، قصص مونو سيباج، يعني منجرب مثلا جينيبر لحاله على الكرك العادي شو بيعطينا طعمة، على الديس تايب الروتوفاب شو بيعطينا طعمة. منحب الفليفرز، منحب عم نلعب، عم نلعب، عم نلعب كل يوم نطلع عم نلعب. تنتبهوا شوي على درينكينج اند درايفينج، في مشكلة. طيب آخر شغلة لما فوت شوي لجوا نشوف الكركي، كيف هذا الشيء بيصير وورلد وايد؟ أو شيء معروف، ثاني شيء ريكوجنايزد، يعني بتربحوا جوائز. مش جايزة واحدة عم تطلع سبع جوائز. كيف صار البروسيس؟ كيف واحد بياخذ تليفون انه هذا الشيء، ولا واحد بيقدم على محل تو بي تيستد تينعرف اذا هذا الشيء على وين؟ كيف بتصير؟ في رولز اند ريجوليشن. اول شيء تتفوت على ال الاوردز، يعني مش حيلا جن او في كاتيجوريز اكشلي بيكونوا بدرايد جن بالكومباوند بلا بلا بلا، في رولز اند ريجوليشن. بس يوم تو هاف تو يو هاف تو ماتش از نورمال اذا بدك ريجوليشن تقدر تفوت على الكومبيتيشن. تو مينلي من الانينه، من السبيريت، من الاي بي في الالكوهول باي فوليوم قد ايه فيها بورسنتاج. سو قدمنا اول شيء على اول سنه اكشلي قدمنا، وكنا بال 2020 كان بعد سنة سنتين بعدنا انه بعدنا مسحة كنا هيدا الشيء واخذنا الجول. قبل السنتين كنتوا بعدكم عم تبيعوا هون؟ كنا بعدنا عم نبيع هون، كانت اول اوورد لنا بال 2020 اللي فتنا عليه ورجن اوورد 2020، اخذنا الجول. اخذنا الجول بمطرح انه لا لا ما وقفوا الجول. على شو تحديدا؟ الواحد يربح جولد على توتال برودكت ولا على جن؟ على الكاتيجوري تبعه على الكومباوند جن. اليوم يو كومبير دراي تو دراي، كومباوند تو كومباوند. سو اخذنا جولد على الكومباوند. اليوم في عم نحكي في عنا 18 لصاروا يمكن 27 هلا حاليا بالعالم كومباوند جن من البلدين. سو طلعنا اخذنا الجولد كاتيجوري على يوم. كان في حدا هو براند وحده بالعالم على طول محافظه على التوب تبولا وعلى كل الاوردز، مونوبولي. اي ات واز مونوبولي يعني البراند. قدرنا نخرق لما خرقنا هالقد براند، صرنا مدري قد ايش هي اول حدا عامل هيدا الشيء، قدرنا خرقنا يعني فينا نفوت اكثر. السنه الماضي اخذنا لقب منهم وورد بيست كومباوند جن ان ذا وورد، كانوا هن محافظين عليها صار لهم عشرات السنين. اليوم بكل فخر اللي قلت لك كان مسحه قدر يقشد ذا بيجست براند ان ذا وورد هيدا اللقب منهم بصرف اربع سنين. هاي السنة 2022. تشيرز تشيرز تشيرز. في شغلة بدي ضوي عليها لأنه في كتير عالم ما بيعرفوها. اليوم كنا قصدين خلينا توفى على عمر 22 سنة. سو كل هدفنا كان نخلق بيست اوف جن ب 22 بوتانيكلز. سو أخذت معنا سنين تنقدر نجمع 22 بوتانيكل تيطلع معنا طعمة ما في شيء دومينانت عليها تكون ريلي بالانس بقلبها. كنت عم نحكي بوتانيكل، ما كثير بيعرف انجلش اما بيعرف شو البوتانيكل. اذا نحكي قصص معقول تكون
من فواكه من وات ايفر. هول بارت اوف الموجودين قدامنا هول اللي عم نشوفهم هون هن مثلا اذا عم بيعطي اكزامبلز عنهم هن هول هيدا الجونيبر مثلا اوكي هيدا كورياندر اللي هو حبوب الكزبره هيدا السينامون مين اللي في 22 بوتانيكال الوحيد اللي منجيبه من برا هو السينامون ما عندنا هون قرفه ما عندنا قرفه صح الباقي عندنا 21 بوتانيكال مين اللي بوتانيكال هن اعشاب وسبايسز كله من لبنان ما عدا السينامون اللي منجيبه من برا طيب بصير اخر سؤال قبل ما افوت لجوا أي متى واحد عم يجرب هو كلهم بده بزيد من هاي بنقص من هاي وكذا أي متى بيوصل بيقول خلاص هيها ما رح جرب بقى هيها يعني بحس هذا الشيء في ما يخلص يعني فيك تضلك جرب تضلك جرب لما تقعد يومين بالدستلري عم تشرب عم تشرب عم تشرب عم بتقوم راضي ومبسوط ما عم تلاقي غير طعمه قلنا ستوب هاي صح. هي يعني بنقفل على حالنا يومين وبنقعد هون بس هلا يومين هلا يومين بصراحة عم بيسهل فيها نحن بنطلع بنعمل شيء اسمه ديستيلري كامب نطلع على قلب الديستيلري بنعمل كامبينج ل 1 ويك هيدا ال 1 ويك بيكون عم نعيش بننام بقلب الديستيلري وبنقوم بنكفي كل نهارنا تيستينج تاستينج نجرب نشيل نحط 1 ويك بعد ال 1 ويك مين اللي كل شهرين بنعمل ديستيلري كامب سو بتاخدوا رأي عالم ويو أجريجيت إنه إذا هيدا مشي مع أغلبية العالم يمشي حال أكتر بناخد نقعد نحنا ومنكسر نحنا راسنا إنه هيدا هو مننام منقوم إذا بعدنا هيدا هو يعني ماشيين مزبوط نرجع مننام ومنقوم إذا هيدا هو لأنه يعني كان في عنا بالجامعة كان في صف تاخده هيك من القصص اللي فيك تزيده مع اختصاصك كورس يعني واين تيستينج بعدين واحد يكتشف انه واين تيستينج هي واحد هو يكتشف قدرته بانه يفسر طعمات صح صح يعني في 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 ناس برا حتى حضرت دوكيومنتري عن واين تيستينج في حدا بيجي بيقول انه في في طعمة كيف وقتها تفتح تبع طبيعة التنس بيطلع ريحة في شيء كذا عم بيجرب يوصف شيء أكثر ما إنه يعني شيء بده باليت بده صح. واحد يتعود على طعمات كتير تيقدر يقفر طعمات من هون بقى إذا بتشربوا هيك بهالطريقة عن جد كان لازم واحد يعمل انترفيو تفضلت هذه اللعبة كبيرة عم تحكي عنها صح 100% هذه هون هذه كلها هاي هذه عبارة عن هيديك بس على هيوج اوكي وهذا الشيء وهي عبارة عن هيديك على هيوج نفس الشيء وهي مور هيوج شكلها ما بعرف صح قبل خلينا نبلش بشغلة نحن على مسمار جبال مزبوط ليش مسمار جبال ليش هون لأنه في يكون كثير محلات لك بلشنا مثل ما كنت عم قول بالبار تبعنا بقلب بيروت عم نشتغل على كركة كتير صغيرة وانس الديماند صار أكبر عنا انتقلنا من المحل للبيت لعندي بلشنا نشتغل بالبيت عندي طبعتكم بالبار مزبوط خلينا نطلع تستهلكوا بعضكم ما في تجارة صح, صح. بلشنا بالبيت عندي أصغر من هاي كانت هيدي 280 لتر هيدي كانت 100 لتر حطيتها بالبيت عندي بقيت عم بشتغل على شيء سنة أكثر شيء هيك وصلت مرتي لعندي قالت لي رالف يا أنا يا رجل يا أنا يا شغلك بقلب البيت فهنا رحنا نشوف إنه خلص معها حق يعني اللي عم تحكي كتير مزبوط سبيشلي إنه كنت خلص شغل 3-4 الصبح أرجع على البيت نجتمع كلنا سوا عنا بالبيت نعمل أوفر نايت نشتغل من الأربع الصبح لا وجه الضوء هلا عم يدخل مشكلة نحن إذا أنتوا بتناموا بالنهار أكثر ما بتناموا بالليل هلا صرنا لا بالنهار ولا بالنهار خلص كنا عم ناخذ محل اسطبل بالزوق نحن ساكنين بجعيطة كنا عم ناخذ مثل اسطبل قديم بالزوق وقبل ما نجي نمضي الكونترا بيومين لقينا على او ال اكس ونعمل دعاية هلأ لقينا على الأكس إنه في بيت عقد قديم كان في كنيسة بقلبه بمنطقة سمار جبال وطلعنا بالمسحة نشوفه أنا وأندريا وحسينا إنه البيت كتير بيشبهنا كتير بيشبهنا من هو كيف مقسم وكيف والفايبس تبعوله
صح والسمنة والتراسات اللي برا والجنينات، مع انه هذا كان كله منه موجود مثل ما شايفين. هيك كله كنا نصور برا لانه الهواء ايه اكزاكتلي، بس انت هون كنا قاعدين برا حتى تستقبلوا ناس. صح صح اون ساتردي. هذا وقت اشتريته هون كنتوا ببالكم هيك؟ اكشولي لا، ما كان ببالنا انه نجيب حدا لهون. كان نحن اكزاكتلي كان بقلب جوا انه نقعد نشتغل، بعدين صار في ديماند العالم بدهم يطلعوا بدهم يشوفوا شو عم نعمل، وقلنا انه اتس اكسبيرينس انه العالم بيجوا يشوفوا شو عم نعمل، اتليست بيعرفوا انه نحن عم نصنع، مش انه عم نعمل عم نجيب الجن من حدا ثاني وعم نعمل اكزاكتلي اتس ريبراندينج. سو صارت بلشوا يطلعوا اصحاب، بلشوا يطلعوا جروبين بارتندرز، بعدين صار سبوت اون ساتردي يجوا العالم كل سبت يزوروا الديستيلري. نحكي شوي عن البروسس، كيف واحد ببلش تا يوصل لهون تا يوصل لوين بعدين قبل ما تصير بلقنين ونشربه. هيدا هون أول ستيب ولا هيدا من أول ستيب نحن فيه هلا؟ هيدا الستيب الأساسي تنحول السبيريت اللي رو سبيريت اللي بيجي منشرين نحن من أمريكا اللي هو 97% ABV الكحول، منحوله هون للجن. مينلي هيدي ستيل اللي هي كركي بالعربي بتساع 280 لتر، بنحط بقلبها السبيريت اللي جايبينه من امريكا بيكون 97-98% اي بي في، بنزيد عليه ووتر. بس هون سؤال، هذا السبيريت 98% اللي بنرشه على بالنا سبيريت الكول على الحل؟ اتس فود جريد سبيريت. اوكي اتس فود جريد، يعني سبيريت سبيرتو غير هذا الشيء، معمول من غير شيء. اوكي اللي بينشرب جاست ماتر اوف برسنتج 100%، وكل ما يكون بيوريفاي كل ما يكون منشال القصص اللي ما بتسوى من قلبه لانه فيها هالقد الكحول عالي. سو هيدا جاكت هون بقلبه فيه زيت، وهيدا الزيت زيت حراري بيخلي الكركه تحمى من داير من داره كلها سوا، ما يكون في عليها هيت نار من تحت او من محل واحد 100%. ومثل ما قلنا تيكون عنا حيالة جن بده يكون عنا جونيبر باريز اللي هو الزيب. سو بقلب الكركة تبعنا منحط الجونيبر باريز ومنحط غير بوتانيكلز، بوتانيكلز يعني فروتس باريز، فيكون فواكه فيكون سبايسز وفيكون هيربز أعشاب، بنحط بقلبها هون مندور الستيل على 78.2 ببلش يتبخر الالكوهول، بيطلع الالكوهول من هون ببلش يمشي. هيدي اسمها بليتس، هول البليتس بيخلوا الالكوهول يوصل فيبر لهون بينزل بيصير ليكويد بيرجع بيطلع. سو بنعمل بيوريفيكيشن اكتر للالكوهول تبعنا، بيرجع بيقطع على الجن باسكت. هيدا الجن باسكت بنحط بقلبها كل شيء بوتانيكلز بدنا اياهم ما يغلوا على حرارة عالية. سو مينلي بيكون السيترس وبيكون كل شيء فلاورز وفلورل بينحطوا هون، بيقطع الفابور وبيشم البوتانيكلز وبيضلوا قاطع على الكوندنسر. هذا الكوندنسر في مي مسقعه على طول عم تبرم فيه، فابور طالع مثل ما الدنيا بتشتي، فابور طالع بتدق فيه مي مسقعه ببلش ينزل ليكويد عنا. اوكي هذا البروسس ليش بياخذ وقت؟ طيب هون بده يوصل لعند شيء خلص تقريبا مينلي تا يبلش بده 2 اورز، يعني تا يطلع اول دروب توصل لعندي لهون بده ساعتين، ومن هون منبلش نقسم نحنا. اول فاز حنقسمها على 4 فيزز، اول فيز اسمها 4 شوتس. 4 شوتس هو شيء ما منشمه ما مندوقه ما منقربه على عينينا، منشيله منحطه بالويست. هيدا الويست بعدين منستعمله للهاند جل هاند كليننج بنمسح فيه. بنرجع منقسم اذا ملاحظين فيه 3 براميل 3 اساطير. اول فيز، تاني فيز اسمه the heads. heads هو شيء في ايثانول وميثانول، الميثانول هو شيء اللي ما بدنا اياه بقلب البروسيس تبع، منشيره على جنب. بناخد الهارت اللي هي فيز 3، الهارت هو الكريم دو لكريم تبع الديستيليشن كلها سوا، ناخدها منعبي هون من اصل 280 لتر بناخد 130 لتر هارت. نوصل قديش؟ 280 من اصل 280 ناخذ 130. هول 180 هارت اللي هن البيور ايثانول اللي بينشربوا ما بيعملوا وجع راس ما بيعملوا ما بيأثروا شيء. سؤال، هذا بيشبه فكره المتلت؟ وطبعا بقول المتلت عن العرق هي نفس البروسس المتلت مرات ولا نحن مسبع؟
صح يعني سبع مرات هيدي كل واحدة يعني هيدي بدل ما بتشيل العرق العرق لانه كركي واحدة بتشيلها بترجع بتحط مره ثانيه سو نحن بكل واحدة بنكون عم تعمل وان بروسس يعني مره اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه هذا عاده بيغلي سعر البرودكت لانه عم بينزل كميته بالاخر 100% 100% طبعا عشان ندفع صح واللي بيغلي بعد اكثر هي اللي قلنا ب 280 بناخذ 130 سو اليوم عم ناخذ مثل ما قلنا في الكريم دولا كريم اذا بدنا نرخص البرودكت بنزيد نزيد من الهيدز فوق وقت نربح مصاري زياده وهذاك جوابا عن سؤال قبل ليه في برودكت بتشربون بوجع راسك بيكونوا عم بيزيدوا من الهيدز زياده يربحوا مصاري اكثر بقلبها ما عم ياخذوا بس اللي لازم ينشرب اللي هو سوبر نظيف بقلبه طيب هذا البروسس وقت يخلص باخر فاز منه بحاله الجن ما بده تعطيه في واحد بده يشربه مينلي الهارت اللي هون هو دراي جن اللي بناخد الهارت قلنا بنشيل الفورشاتس على جنب بنشيل الهيدز على جنب الهارت اللي هو الكرام دولا كرام هيدا هو الدراي جن هون بنوصل لمرحلة الدراي جن هون نحن عملنا بس دراي جن يعني بالدراي جن بيكون حتى داخل له أرومز على الطريق 100% مش بالضرورة ما في يكون هارد هارت ما في شيء ولا طعمه مين اللي هو الجن كأنه بيرفيوم حدا بيقرر يعمل الجن بروز ولافوندر بيحط جينيبر روز ولافوندر حدا تاني بيقرر يعمل جن بفراز وحامود بيحط جينيبر وفراز وحامود الجينيبر هو اساسي وبده يزيد له ديفرنت بوتانيكلز حسب كل شخص هو شو بيقرر بس هون بعده دراي يعني بعده دراي صح طيب هون سؤال مخصص بالموضوع انا عم بعمل كل شيء هلا وبدنا نبلش دايت ليش نعم بقول الجن اكثر شيء ما بينصح ليش البيو بيدخلهم شيء بعد شغري اكتر؟ هلا مين لي الجن هو هي مث طلعت انه الجن ما بينصح بس مين لي هو الجن ما في شيء ما في شوغر بقلبه ما المفروض يكون في شوغر بقلبه سبيشلي الدراي جن بيكون كله بوتانيكلز والسويتنس اللي طالعه منه هي سويتنس من بوتانيكلز ناتورال موجوده بقلب الطبيعه سو بدنا ننصح كيف ما كان بس انه احسن شوغر في شيء اقل واكثر كحل احسن من العمى اوكي سو هذا البروسس هون بعد يخلص كيف بنكمل هون بدنا 12 ساعة تنخلص هيدا البروسس منشيل من اصل 280 الا منشيل 130 دراي جن اللي هن كرام دولا كرام بالاخر بيوصل عنا فيز اسمه تيلز قلنا هارت سوري هيد هارت وتيل الهارت هو الشيء اللي بدنا اياه التيل هو بيكون عالية الحرارة كتير والأروما صارت سوبر انتانس كمان ما بدنا اياها منشيلها على جنب هون 130 لتر ناخدهم على أوضة تانية منبلش نجمعهم 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 ومن هونيك منحول من الدراي جن لباث توب جن بنت هلا في واحد يروح لهونيك الا هونيك نشوف صح نشوف هيدي هي مثل هاي بس عصغر مثل شفناها برا الازاز هيدي اتس فيوتشر اوف ديستيليشن بعدنا نتعلم عليها جبناها صرنا 3 4 سنين عم نتعلم عليها اتس سوبر هارد اتس كولد ديستيليشن اليوم عندك اني تايم بالعالم بس بيعملوا كولد ديستيليشن انه ذا هول وورلد شو بتوفر وقت مش وقت اروما مثل ما قال رالف برا انه بتاخذ البيور فليفر بقلبها يعني اذا حطينا روز اليوم يعني بيشتغلوا على بيرفيوم بيطلعوا منها بيرفيوم بيطلعوا اتس اساونس عم طلع منها اساونس عم طلع فليفر سوبر نيت بقلبها يعني ما بت هون بتنطبخ هونيك لا عم تاخذها على الكولد ديستيليشن عم تاخذ بيوريتي عم تاخذ بيور ثينج هيدا الشيء بعد ما في منه برودكت هلا عندكم السوق بده نوت انف بده وقت صح بده وقت فيه في وقت بعد عندكم شغل بتكبر بالعمر بدك تنشر فيها طيب فينا نروح لهون اكيد اكيد تفضل هول 3 بروسيسز وهذا الكميه هو نفس الشيء هلا مين اللي كل شيء بنعمله جوا ال 130 لتر بنجيبه على هيدا البارل بفقسه زر بدور موتور بيوصل لهون بنصير نجمعهم هون 130 130 130 130 ونص بدنا نعمل باتش 3 برادرز ناخذ قد ما بدنا لهون بنزيد عليه ديستيلد ووتر كمان المي من قطرات نشيل منها كل شيء مينرلز وكل شيء طعمات ما بدنا اياه هون وهون مثل ما كانوا يعملوا البوت لاجرز من زمان كانوا يجيبوا الكحول يحولوه لباث توب جن بطريقه كيف بيعملوا شاي هيك نحن بنحول هون هون بيكون عندنا دراي جن 40% لانه زدنا عليه ووتر وبنبلش نزيد عليه بوتانيكلز وليته يتخمر
يبقى وقت في بوتانيكلز ولا هو البروسس بيخلص خلص بدها 48 ساعة بدها 48 ساعة في بوتانيكلز بدهم 48 في بوتانيكلز بدهم 24 في وان بوتانيكل بده نص ساعة بنحطه قبل ما يخلص بنرجع بنشيلهم كلهم سوا بالآخر وكل بروسس من هون بنشتغل على الحرارة حرارة الأوضة لازم تضل على طول كل مرة عم نعملها نفس الشيء تما يتغير فرق الطعمة وبس نخلص من هون نقرر هيدي هي الفليفر بيقطع على فلترز هول ثلاثة تشاركول فلترز تنشيل كل شيء ريزيديو من البوتانيكلز اللي بقيوا هون بيوصلوا على هداك البرميل هداك البرميل أكبر لأنه تضل في كونسيستنسي بين باتش وباتش ونحن عم نشتغل فريش ما في شيء فريش سو الموسم بيفرق موسم التفاح عن موسم التفاح موسم اللافندر عن موسم اللافندر سو هونيك بنخلي 200 لتر من كل باتش قطع بنزيد عليه الباتش الجديد تنخلي الفليفرز من باتش لباتش بيشبهوا بعض سو مش كل شيء بيطلع بنحط بيبقى في الكونسيستنسي شيء موجود مزبوط مزبوط سو على طول عندنا 5% طعمه بتفرق من قنينه لقنينه لانه اتس ناتشرال ما بنحط فيها بريزرفاتيف ما في اساسات بقلبها عندي سؤال خاصه بالبزنس بارت اوف ات في حدا يكون بيعرف يعمل هو بس مش ضروري يكون بينجح بالبزنس بارت سو انتوا بعده كله عندكم ولا في حدا عم بيستلم الشيء الثاني ايفريثينج نحن كل شيء يعني من لما نصنع للتسويق للماركتينج للديزاين كل شيء اتس ان هاوس يعني حتى القنينه وشكلها والديزاين اللي عليها هو الشغل انتم بتقرروا فيه اكزاكتلي ايفري ديتيل نحن موجودين فيها كيف واحد بيتكيف مع انتقاله من شغله صغيره كان عم يستعملها لافار هو عنده لشيء بده يصدره وبده يبيعه وصل هيدا في ديفرنت مايند سيت ويل بس وتفرجي العالم انه نحن فينا انه كل لبناني فيه عن شيء ما نستسلم للموضوع اللي نحن فيه انه كلنا بنقدر نوصل كلنا بنقدر نطلع اي برودكتس لبرا لبنان هذا الشفت لانه في كثير ناس بتوقف عنده لانه قادر واحد يقول انا بعرف اعمل شغلي بس ما بعرف اسوقها ما بعرف خليها توصل سو كمان يمكن هون الكومبينيشن صح مشان هيك نحن مع بعض اخوه يعني كل واحد بكفي بعض المهم great to hear. طيب عظيم. أنا هذا مسكين. great. We're good. great. هي الكومبينيشن الأكبر إنه أنا وأندريا أنا مستلم part اللي هي production والteam والflavors plus أندريا بيستلم كل شيء من بعد هذا الشيء. الليبل القنينة شكلها وين بدها تروح وين بدها تصير سو كل واحد مستلم ديبارتمنت شكل واثنيناتنا سوا بنكفي بعض بنقبر بعض